اهلا بحضراتكم مره تانية، وبفكر حضراتكم موضوع حلقه النهارده، العلاج الطبيعي لالتهاب الاعصاب الطرفيه عند مرضى السكري. وضيفتنا دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني لامراض المخ والاعصاب. اهلا يا دكتوره رانيا، اهلا بيكم. ومنورانا النهارده في اسال طبيب. ميرسي يا حبيبتي. الحقيقه انا عايزه ابدا باحصائيه موجوده هي قدامي لمنظمه الصحه العالميه. الحقيقه هي مخيفه شويه، ان عدد المصابين بمرضى السكري ارتفع، يعني خدوا بالكم بقى من الارقام دي، من 108 مليون مريض عام 1980 ل 422 مليون مريض عام 1917. يعني الارقام اتضاعفت بشكل في 37 سنه بس. ايه بشكل مخيف. ايه اللي حصل؟ وكمان اللي احنا شايفينه كمان بقى السن كتير، يعني كنا مثلا بنشوف يعني السكر بيظهر اكتر في السن الكبير، دلوقتي بقينا بنشوف في كل الاعمار. ده حقيقي حقيقي، هو موجود في الاطفال وراثه طيب بس وان لقينا طيب وان بتاع الاطفال وطيب 2، ودلوقتي كمان بقينا نشوفه بقى يعني كان في الاول بنقسم طيب 2 ده اللي هو بيبدا مثلا بعد يعني في سن من اول 45 سنه، دلوقتي بقينا نشوف في الانترميديت ايدج ما بين ال 35 ل 45 حالات كتيره جدا مصابه. هذا الشر يعني على الناس كلها، وربنا يشفينا جميعا. بس اللي عايزه اقوله ان التهاب الاعصاب، وبدا على فكره في الدراسات بتاعتنا ان هم يعملوا تقسيمه انه في طيب لا بيجي في السن ده، يعني بقى من كتر ما الموضوع بقى كتير بدأنا يعني الأول كنا بنقول تايب 1 تايب 2 بس، لا دلوقتي بقينا في تايب اللي هو بيجي في الانترميديت ايدج. تمام. طيب انا الحقيقه ما كنتش فاهمه ان العلاج الطبيعي خالص، يعني قبل ما اقرا السكريبت بتاع محمد يحيى النهارده ما كنتش فاهمه ان هو دخل في المجال ده الحقيقه. يعني احنا كلنا عارفين علاجات السكري بمضاعفاته وليها طرق معينه وكده، اول مره اعرف. فالنهارده يعني فرصه يعني جميله ليا وللساده المشاهدين ان احنا نتعرف على الحاجه دي. بس نبدا من البدايه ونقول يعني ايه التهاب اعصاب طرفيه. طيب مبدئيا يعني موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه ده ازاي، يعني انا الحمد لله من الناس البايونير اللي بدات الموضوع ده في مصر والعالم العربي في علاج التهاب الاعصاب الطرفيه. طب احنا محظوظين بقى بوجودك معانا. واخترت ان انا اعمل موضوع رساله الدكتوراه لان انا لقيت ناس كتيره بتتعرض للبتر، فبدات في شغلي في بدايه شغلي في القصر العيني اسال هم ليه الناس بيتبتروا، طب ما في اكيد علاج في المرحله دي. قالوا لي لا ما فيش علاج يعني الموضوع. فقلت اقول للدكاتره طب يعني ايه ما فيش علاج، يعني الناس بيصعب عليكي، لازم يعني بيصعب عليكي يعني لازم يمشوا يعني السكه اللي يجيله تنميل وحرقان وبعد كده يفقد الاحساس، بعدها لو اتعور لازم هيدخل في سكه الكرح والقدم السكري وبعد كده انفكشن او الشرايين الكبيره تتقفل، فلازم يدخل في ان هو يعني يوصل لبتر. فبيقولوا لي طب هنعمل ايه، وبدات اشوف حتى الناس اللي هم الهايلي ادوكيتد اللي هم يعني مثلا دكاتره، وكان المفروض الناس دي فاهمه برضو بيمشوا نفس السايكل. محدش لحد ما شفت بقى حد من الاساتذه حصل له حاجه زي كده، قررت ان انا لازم اركز في القصه دي. حتى الدكاتره اللي كانوا مشرفين على استاذتي مشكورين، يعني قعدوا يقولوا انت بتدوري ليه يا بنتي على الموضوع صعب واجهزته مش موجوده هنا والحاجات بتاعته مش موجوده في مصر. اقول لهم لا انا لازم اعالج الناس دي، الناس عندهم سكر كتير، لا انا لازم اختار الموضوع ده واعالجه. انا بحييكي. لا بجد، لان الحد اللي بيفكر بره الصندوق وبطريقه مختلفه ومتحمس لحاجه واللي هو بضمير بجد ده مش كتير. الحمد لله فضلت حتى الدكاتره كنت صعبانه عليهم، انت يا بنتي ليه مختاره موضوع صعب وليه مختاره الحاجات دي الاجهزه مش هنا، فهتبعتي تجيبي الاجهزه من بره عشان تعملي الرساله، ما تختاري موضوع زي الناس حاجه موجوده وسهله. يعني هم يعني ايه انا صعبت عليهم يعني، فاهماني؟ طبعا. فالحمد لله صممت ان انا اخترت الموضوع ده وبدات اعمل يعني ابحاث بقى فيه ويعني ودرست ولحد ما خدت الدكتوراه فيه. في الحمد لله كانت المناقشه بتاعتي امتياز مع مرتبه الشرف الحمد لله في يوم المناقشه الحمد لله. طبعا يستاهل طبعا. الحمد لله. وحتى الدكتوره كانت جايه في المناقشه من كليه طب الازهر كانت مذهوله لان الموضوع ملوش علاج فعلا. والمهم الحمد لله لما دخلت بقى دورت وبحثت لقيت انه في
اجهزه كتير وحاجات كتيره، لو احنا عالجنا العيان وهو لسه في مرحله التهاب الاعصاب الطرفيه او حتى دخل في قدم سكري يعني دخل في قرح، برضو بنقدر نجيب نتيجه تحميه من ان هو يوصل للبتر. الله، انا بجد انا دي حاجه بجد انت مش قادره، مش قادره اقول لك بجد انت بسطتيني قد ايه، لان انا برضو زي كنت بتضايق، بس انا بقى مش في المجال فكنت بتضايق وبس ومش بعرف اعمل ايه. طيب دلوقتي معانا اتصال، استاذنك نقطع هذا الموضوع المهم، ناخد اتصال مدام عليا من القاهرة. الو، ازيك يا مدام عليا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مدام عليا؟ ازيك حضرتك يا حبيبتي؟ ازيك يا مدام عليا؟ اتفضلي، في سؤال؟ لو سمحت يا دكتورة. اتفضلي يا حبيبتي. أنا مريضة سكر من 20 سنة. تمام. وبعدين أنا باخد علاج للأطراف، للأعصاب بتاع الأعصاب الطرفية. عندك تنميل وحرقان. نعم؟ عندك تنميل وحرقان وتقل في رجلك؟ لا، عندي كهربا. كهربا؟ اه كده، زي كهربا وبتمسك في الوقت ماسكه في صوابع رجليا الاثنين. تمام. يا اما لسعه في وش رجلي. لسعه وكهربا. تمام. في وش رجلي طبعا، يعني من طبعا بعد الصوابع كده لحد لما باخد بزه رجلي على طول في التهاب، وانا عندي خشونه ركبه. تمام. وعامله عمليتين غضروف في ظهري. حاضر، هرد على حضرتك. الدنيا مش مظبوطه معايا بالمره. حاضر يا حبيبتي. فانا مش عارفه العلاج الطبيعي هل للركبه ولا على الاعصاب والاطراف؟ الاثنين. الاثنين. في سؤال يا الله يسترك يا بنتي ان انا اشوف اعمل ايه. في اي سؤال مدام عليا ولا هجاوبك حالا؟ وليه في علاج مثلا ممكن تكتبه لي او تقولي لي الاستاذ وانا اتصل بيه بعد شويه واخده منه؟ هشرحك دلوقتي، اسمعينا في الحلقه. هشرح الموضوع بالتفصيل. ماشي، الف سلام عليك يا مدام عليا، دكتور رانيا هجاوبك حالا، الف سلام. طيب التهاب، هي عندها التهاب اعصاب طرفيه بس طالما في كهرباء بدا بصي العصب زي سلك الكهرباء عليه غلاف زي الغلاف الابيض بتاع السلك. الغلاف ده اسمه الميالين، فطالما في كهرباء بدا يبقى في دي مايلينيشن، يعني طبقه الميالين من كتر الالتهاب بدات تتاكل. ده اللي عندها التهاب اعصاب طرفيه. وهو ده بقى اللي احنا عملنا الدراسه بتاعتنا في ازاي نعالجه. انا تخصصي في الماجستير والدكتوراه امراض مخ واعصاب، فاللي هو بدانا بقى نشوف نعالج العصب اللي حصل فيه دي مايلينيشن تاكل ازاي، ونعمل ري مايلينيشن من اول وجديد. تمام. تمام. طيب يعني احنا كده يعتبر كمان بنشرح، احنا سالنا يعني ايه التهاب اعصاب طرفيه. التهاب اعصاب طرفيه معناها انه احنا عندنا الجهاز العصبي عباره عن جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. ده التهاب الاعصاب الطرفيه، يا اما الاعصاب الطرفيه اللي هي بتبقى بتاعه الايد والرجل فيهم التهاب. الالتهاب ده ممكن يكون حاجه من ثلاثه، يا حاجه اسمها موتور، يا حاجه اسمها سنسوري، يا حاجه اسمها اوتونوميك. موتور يعني مأثر على عضلاته وعلى الحركه بتاعته. تمام. وسنسوري يعني مأثر على الاحساس، فقد الاحساس. تمام. اعصاب الاحساس اللي اتأثرت. اوتونوميك يعني مؤثر على الاريكشن، الانتصاب عند الذكور، ومؤثر على التحكم في البول والبراز. تمام. ده معنى. طيب مدام عليا كمان بتقول اللسعه بقى اللي بتجيلها دي والكهرباء اللي في اصابع القدم، ده نتيجه لحدوث التهاب اعصاب طرفيه نتيجه السكر. اللي بيحصل في مرض السكر ايه؟ انه اللي بيتاثر اكتر او في البدايه بيبقى الاحساس، اعصاب الاحساس. فالعيان، وهنا بقى خبث المرض ده اللي بيوصلنا للنهايه البشعه دي، انه هي حاسه بشويه لسعه، شويه تنميل، لكن مش حتى بتتحرك مع عادي. حتى مع التزامها يا دكتور رانيا بادويه اللي هي بتاخدها لمرض السكر وكده برضه ده بيحصل؟ طبعا. هقول لك ليه، هقول لك ليه بيحصل. لانه مريض السكر ده بيبقى تاثير التهاب الاعصاب الطرفيه دايما تاثير تراكمي. فمريض السكر بيبقى السكر عالي وبعدين ينزل وبعدين يعلى وبعدين ينزل وبعدين مظبوط وبعدين مش مظبوط، فاهمه؟ فبيبقى خلاص بيبقى الجلوكوز اتحول لمركب تاني اسمه السوربيتول، سد الاوعيه الدمويه الدقيقه. وهنا بقى التركه اللي موجوده في التهاب الاعصاب الطرفيه، ان هي تقول لك انا رحت عملت دوبلر وطلع الدوبلر ايه؟ الدوبلر قايس الشرايين الكبيره، ما شفناش الشرايين الصغيره اللي هي الشرايين الدقيقه. والمشكله بقى في السكر بتبقى انه بيحصل التهاب في الاعصاب الطرفيه نتيجه ضيق في المايكرو سيركيليشن، هي الدوره الدمويه الدقيقه وليس السيستميك الكبيره. طيب هو معانا استاذ محمد، واعتقد برضو بيعاني من مشكله قريبه من كده. استاذ محمد من كفر الشيخ. الو. الو، اهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا دكتوره. اهلا بيك، اتفضل. دكتور رانيا معاك، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هستاذنك بس توطي التلفزيون على الاخر. انا عندي سكر. وطي التلفزيون على الاخر يا استاذ محمد.
واسمعنا من التليفون بس بعد اذنك علشان دكتور رانيا تسمع سؤالك بوضوح. اتفضل. ماشي. انا عندي سكر احيانا بيرتفع واحيانا بينزل، وعندي تنميل في طرفيه صوابعي وخدلان في رجليا من تحت، لدرجه ان انا ممكن اتعور وما احسش باي. أيوة. تعويره اللي بعدها بمده. حاضر، هجاوب حضرتك. تقول في رجليا دي. تمام، هجاوب حضرتك. الف 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 سلامه عليك يا استاذ محمد، وهنجاوبك حالا. طيب، هو شرح الاعراض اللي احنا كنا هنشرحها حالا، اللي هي اعراض التهاب الاعصاب الطرفيه. العيان يعرف منين ان هو عنده التهاب اعصاب طرفيه؟ هو بالظبط بيحس بتنميل، لسع، كهرباء، حرقان، تقل، مش حاسس برجلي، مش حاسس، حاسس ان انا ماشي على رمله، حاسس ان انا ماشي على قطن، بلبس الشبشب بيتخلع مني من غير ما احس بيه، يتعور ما يحسش، يتعور ما يحسش. يعني بس ده بيبقى، ما هو بصي التهاب الاعصاب مراحل. دي مرحلة بعد كده اللي هي هي المراحل. الاول بيحس بألم، بعد كده بيبدا يحس بتنميل وحرقان ولسعة الكهرباء. المرحلة الثالثة انه يدخل في فقدان الاحساس. المرحلة الرابعة ان فقدان الاحساس يدخلنا في جروح قدم سكري. المرحلة الخامسة بقى ان احنا يحصل انسداد في الشرايين الكبيرة لحد ما الرجل تسود وتوصل للجرجرينة، توصلنا للمرحلة الثالثة. طب انا عايز اعرف يعني حالة استاذ محمد قريبة من حالة مدام علي؟ هما الاثنين عندهم التهاب اعصاب طرفية. بصي، احنا واحنا بنعمل الرسالة اكتشفنا ايه في الدراسات اللي معمولة بره، انه التهاب الاعصاب الطرفية خصوصا في تايب 2 اللي بيجي في السن اللي هو الكبير، اللي هو مش يعني بتاع الاطفال، بيجي ممكن يجي له التهاب اعصاب طرفيه بس متاخر، بعد 10 سنين، بعد 15 سنه. لكن اللي هو تايب 2 ساعات بيجي مع مرض السكر في اوله، بيجي التهاب اعصاب طرفيه. وساعات لقوا انه في ناس بيبرسيد الاونست، يعني بيجي قبل ما يعرف انه عنده سكر يلاقي رجله بتنمل وبتحرقه وكده. يعني قبل ما يعرف، قبل ما يعرف بيكون. لان هو من الحاجات اللي بيعملها السكر ان هو زي ما بقولك بيتحول لكومباوند تاني، مركب تاني بيسد الشعيرات الدمويه الصغيره، فيبدا العصب يبقى مش واصل له دوره دمويه كويسه، فيبدا العصب يتاكل مع الوقت، يلتهب الاول وبعد الالتهاب بيبدا العصب يتاكل. طيب، انا للاسف يعني هضطر يعني انط على الـ الاسئله وترتيب الحلقه عشان عايزه اقول لهم العلاج ايه مدام عليا قبل ما ايه يحولوا ولا حاجه. طيب، وهم لسه متابعينا. استاذ محمد، نقول لهم العلاج ايه؟ طيب تمام. العلاج بقى بتاع التهاب الاعصاب الطرفيه، احنا مسكنا المشكله حته حته لحد ما عرفنا يعني ايه. احنا لقينا انه بيبقى عند الموضوع ده ليه صعب علاجه، لان اكتشفنا ان الشرايين الصغيره قوي الدقيقه فيها مشكله، ولقينا ان الاورده فيها مشكله، فتلاقي العيان ده رجله بتورم، والتورم ممكن يعني تشققات، والتشققات تدخلني في جروح قدم سكري. ولقينا في مشكله في العضلات، فممكن العيان ده من ضعف العضلات، لانه ممكن بعد فتره يتحول من سنسوري اللي هو المشكله في الاحساس لموتور، اللي هو يبدا العضلات اللي حوالين القدم ترتقي ويبدا العظم نفسه يتاكل، يدخل في شاركوت جوين. ولقينا طبعا مشكله في العصب، العصب بيتاكل مع الوقت. فبدانا نعمل علاج لكل مشكله من المشاكل دي. اول حاجه عندنا جهاز، يعني ده جهاز ليه طول موجي معين، جهاز امريكي بيبقى ليه طول موجي معين. الطول الموجي ده بيستهدف، استاذنك الجهاز ده بيبقى موجود فين؟ هو المفروض يعني يعني عندنا، عندي في العياده، يعني في العيادات بتاعتنا. لا، يعني المستشفيات العامه لا مش موجود فيها العلاج ده، لان هو ليه بقى، لان هو تخصصي قوي. يعني فاهمه، متخصص قوي. لسه ما دخلش كده، لسه ما تعرفش قوي كده. هو كمان عايز حد شويه يبقى حد يعني ايه، زي ما بقول لك يعني عملت ماجستير ودكتوراه في الموضوع، فاهمه قصدي، حد يبقى درس شويه وكده، مهتم بالمشكله زي ما قلت لك في اول الحلقه. ففي جهاز ليه طول موجي معين بيعمل ايه، بيوصل بيزود ماده اسمها نيتريك اوكسايد للاورده، للشعيرات الدمويه الدقيقه. هو يعني ليه طول موجي مخصوص، الماده دي موجوده عندنا اساسا، بيحفزها، بيحفز انتاجها، بيحفز انتاجها مع جهاز ليه عدسات ضوء. العدسات ضوئيه، الضوء ده ليه كذا لون وكذا ويف، يعني كذا طول بيدخل فيه الضوء ده. بصي، حاجات حديثه جدا. الضوء ده بالوان، وكل لون ليه وظيفه. جميل. يعني في لون عشان تحسين الدوره الدمويه والتئام العصب.
وفي لون تاني لو في قرح او جروح نعمل ايه؟ يخلي القرحه او الجروح دي يعمل حاجتين منها. حتى احنا الحمد لله جبنا نتائج في حالات حتى يعني كانت وصلت انه بدا الجرح يبقى ليه ريحه وبدا يبقى فيه دود، والحمد لله وصلنا ان احنا جبنا نتيجه حلوه جدا مع جرح بالشكل ده، مع جرح بالشكل ده وقفل. قفل. احنا بس ما يعني كان نفسي نحط الصور، بس هي الصور موجوده يعني احنا حاطينها يعني على الصفحه عندي، فالحمد لله يعني ايه في ناس الجرح بتاعها كان مفتوح، الجرح ده فضل يقفل 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 الحمد لله لحد ما قفل، لان احنا عندنا لون بنستخدمه لبناء الكولاجين فنقفل، ولون للبكتيريا، ما هي مش هتقفل طول ما في بكتيريا، ولون تاني للبكتيريا الشديدة اللي هي وصلت لمرحلة الايه ان فيها دود، ولون تالت اللي هو يعني بيبقى فيه فلورين، ده بي 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 بيبقى الاستقطاب بتاعه اعلى لو الجرح عندنا عميق مش سطحي. فبياخد لنا الخلايا اللي هي جرحها، وفي الضوء العادي اللي هو بيساعد على وفي ضوء لزياده تاني لتحفيز ماده النيتريك اوكسيد، يبقى انا حفزتها بطريقتين بجهازين مش بجهاز واحد. والجهاز ده برضو هو اللي هيستخدم في حاله استاذ محمد ولا طبعا عليه؟ طبعا هو ده نفسه. طبعا بس انا بقى بيختلف استخدام الضوء وانواع الضوء، لانه في ضوء ينفع طب لو انا حطيت للعيان، لو حد مثلا مش متخصص ده السؤال اللي بتساليهوني، لو حد مش متخصص وحط للعيان ضوء مش مناسب بيقيس اصلا الجسم مش هيمتص، سبحان الله، يعني هو معمول ان هو الضوء ده لحاله معينه، فالجسم مش بيمتص غير الضوء الصح. فلازم يبقى هنا التخصص فارق ايه، ان انا حطيت اللون المناسب للضوء عشان الجسم يمتص الضوء الصح. تمام. الحاجة يعني هي محتاجة حد فعلا هي شوية حابب الموضوع وعارف يعمل ايه وايه مناسب. طيب هستأذنك هنكمل بس ناخد اتصال من الحاج محمد من الأقصر. الو الو، اهلا يا حاج محمد. لو سمحت عايز اكمل دكتورة. معاك دكتور رانيا، اتفضل. يا حضرتك انا بعاني من تنميل في الاطراف من تحت، انا شغال سواق. تمام، عندنا سكر مش كده؟ لا لا ولا سكر ولا حاجه، مفيش غير بس تنميل بس. تنميل في الاطراف الصبعين والرجلين، وساعه ساعه شبشب كده بس كده من رجلي مش بحس فيه. في الايد والرجل؟ شبشب لما اخذه. ايوه يا حاج محمد، دكتور رانيا بتسالك هو في الايد والرجل؟ في الايد الاثنين؟ الرجلين الاثنين من تحت الاطراف منمل على طول معايا. تمام، حاضر هجاوب. وغير كده خدت علاج الدنيا ليها والماده ثبت معايا، فحاضر الدنيا برشام ولا حاجه ولا طوالي، انا عندي 57 سنه. هي الجلسات اللي انا بحكي لحضرتك عليها دي هشرح لحضرتك دلوقتي حالا، انا هجاوب. ما ينفعش علاج اللي هو اخده برشام ولا حاجه؟ لا امشي عليه؟ لا هقول لك ليه. لا تمام. طب هو حضرتك بحصل لك ازاي؟ انا انت هفتحك على الجلسات، طب هاخدها فين الجلسات ثانيه؟ تمام. في اي سؤال ثاني يا حاج محمد؟ لا الجلسات هاخدها فين حضرتك؟ انا جيت تعبان هنا. تمام، هنجاوبك حالا، الف سلام عليك حاج محمد. طيب هو حاج محمد طبعا هو عنده التهاب اعصاب برضو، بس مش من السكر، هو طبعا هيحتاج نبص عليه، هل في حاجه انزلاق غضروفي؟ نتاكد الاول، نبص يعني في اسباب تانية غير في التهاب اعصاب طرفيه. التهاب في التهاب اعصاب طرفيه، اصل الموضوع كبير بقى. يعني ما احنا علشان نتيجه في نتيجه للسكر على العلاج سيبنا الاسباب والحاجات. في نتيجه للسكر ونرجع نكمل العلاج اللي احنا وفي التهاب اعصاب طرفيه كونجنيتال وراثي. اللي هو بيحصل ضمور في الاعصاب بتاعه الرجل، فالضمور الاعصاب يؤدي الى ضمور العضلات. تمام. وفي ده بيبقى موتور بس، نوع موتور بس، وفي اللي هو عن الحركه بس، فتلاقي العيان ده عنده سقوط قدم. وعنده ضمور في العضلات بتاعه الساق. في حتى هم مسميين النوع ده انفيرتد شامبين بوتل بره مش عندنا، يعني على اساس ان الرجل بتبقى تخينه من فوق ونازله رفيعه قوي، ايه زي الازازه كده المقلوبه، فاهماني؟ وعندنا نوع نتيجه فيروس او فيرال او نتيجه اوتو اميون ديزيز، نتيجه اضطراب في جهاز المناعه اللي هو بنسميه الجليان باري سندروم.
ده التهاب اعصاب طرفيه برضو. برضو اسمه جريان بريء. بس هو حاجه محمد كده يعني عشان ما عندوش سكر فمش هتوجه اكيد للطبيب. ما هو ده بقى هيبقى محتاج سكر. هيبقى محتاج الاول نشخص هو انهي نوع. عشان هو مين بقى اللي هيشخص يعني طبيب ايه طالما هو مش عنده مرض هو ممكن سكر. يعني يشخص عند دكتور مخ واعصاب يعرف المشكله الاساسيه وبعد كده بناء على نوع التهاب الاعصاب الطرفيه اللي موجود اللي بيجي لنا وبيعمل الجلسات بقى العلاج ده. تمام. يعني حاج محمد يتوجه لطبيب مخ واعصاب نشخص ايه سبب هل ده التهاب اعصاب طرفيه هل في ضغط مثلا على الفقرات هو اللي عمل التنميل هل ده يعني ما هو التنميل ده يعني اكيد في سبب هل في مثلا في عنده تورم في حاجه فالتورم ده عامل ضغط على الاعصاب ممكن اسباب كتيره قوي تعمل يعني ايه التنميل فاحنا هو طبعا مش متشخص دلوقتي. تمام. طيب يبقى احنا كده تقريبا برضو جاوبنا على اسباب التهاب الاعصاب الطرفيه يعني في اسباب مش بس وفي السكري وفي نوع مهم قوي اللي هو توكسيك اللي هو نتيجه ادويه ساعات في انواع ادويه بتعمل التهاب اعصاب طرفيه فعلا. ايه نوع الادويه؟ مش هنقول اسماء بس ايه نوع الادويه؟ في ادويه بيبقى فيها مواد بتعمل التهاب اعصاب طرفيه. ادويه ايه يعني؟ ادويه ايه؟ مرض ايه؟ لا مش مرض معين يعني دواء يعمل من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعته يعمل لحد وحد لا التهاب اعصاب طرفيه. وفي اللي هو برده بسبب الناس اللي شغالين في المصانع بتاعه الالومنيوم والحاجات دي ساعات العادم ده يعمل التهاب اعصاب طرفيه بنسميه من الماتيريالز. وفي نوع برضو بيجي من السموم اللي هي المخدرات والكحول تعمل التهاب اعصاب طرفيه. انا يهمني قوي ان انا ما سبكيش النهارده الا ما تكلميني على الحاجات فعلا اللي بتوصل يعني بعد الشهر ان انا الناس تبقى ماشيه ومش حاسه برجلها وتتعور والعلاجات فعلا بتكون ايه. هنكمل العلاجات بقى. احنا اتكلمنا الاول ان احنا قلنا عندنا جهاز ليه طول موجي معين بيحفز الشعيرات الدمويه الدقيقه وعندنا ضوء بالوان مختلفه بيحفز عندنا نوع بيحفز الشعيرات الدمويه وعندنا نوع ضوء بيحفز النيتريك اوكسيد اللي هي مسؤوله عن اتساع الشعيرات الدمويه. طب ليه هنا الدواء ما بيجيبش نتيجه؟ السؤال اللي كانوا بيسالوهم ليه الدواء ما بيجيبش نتيجه؟ لان الدواء لو هيحسن السيستميك سيركيليشن الدوره الدمويه الكبيره الصغيره ما بيقدرش الدواء يوصل لها اللي هي بقى في الاطراف اللي هي بالظبط كده بتاعت المسؤوله عن مشكله التهاب الاعصاب الطرفيه. فعشان كده بيفضل العيان ده عنده مشكله ما بتخفش حتى بالادويه. عشان كده بنضطر ايه بقى ليه الجلسات بتفيد؟ لان انت شغاله على الدوره الدمويه الصغيره باجهزه ليها طول موجي بيوصل للشعيرات الدمويه الصغيره. طب حاجه بقى وحضرتك بتقولي كده تحديدا بما ان احنا وسؤال غريب ده من عندي انا ده يعني عايزه اقول واحنا داخلين على الشتاء والاطراف بيبقى الدوره الدمويه فيها ضعيفه فالحقيقة وبتبقى ساقعه ثلج هل ده بيؤثر على التهاب الاعصاب الطرفيه؟ الناس اللي عندهم التهاب اعصاب طرفيه طبعا البرد ياثر جدا ويشتكوا اكتر في البروده. فطبعا يعني من الحاجات اللي ننصحهم بيها يعني فعلا يتوجهوا للعلاج في احسن يعني في اقرب وقت علشان كل ما بتسيبي الدنيا والدوره الدمويه بتقل اكتر انت العصب هيتاقي اكتر. تمام. العلاج بقى احنا قلنا ضوء بيحفز الكولاجين وضوء بيمنع البكتيريا وقلنا ان ضوء بيزود النيتريك اوكسيد وقلنا ان عندنا نوع ضوء بيبقى استقطابه عالي قوي لو عايزين نوصل لشعيرات دمويه اكتر على حسب شكل الحاله وواصله لايه. يعني بيوصل لشعيرات دمويه اللي هي صغيره رفيعه قوي خالص والجهاز بيبقى مسلط على المكان بتاع الشرايين الصغيره دي. تمام. طيب الحاجه الثالثه بقى هي جلسه كبيره شويه جهاز. الحاجه الثالثه احنا يعني بتتعمل في قد ايه بقى الجلسات دي كلها؟ يعني احنا بناخد لنا حوالي ساعتين ونص ثلاثه في الجلسه الواحده. وكل قد ايه؟ بنعمل حوالي 12 جلسه ممكن نعملهم كل يوم وممكن نعملهم يوم بعد يوم وعلى حسب الحاله ولا حسب وعلى حسب الحاله وممكن نعمل كورس مكثف جلستين في اليوم ممكن يخلصوا في 6 ايام. طب حلو قوي كل الاوبشنز دي الحمد لله حلو قوي واكيد يعني كده اكيد يعني كده معنى كده ان النتائج كمان سريعه. كان عندنا ناس
من بره مصر، من يعني من بره مصر، والحمد لله بفضل الله يعني سافر يعني الحمد لله يعني كنت مبسوطه حتى يعني عشان من الناس اللي بحب بلدي شويه اكيد كلنا. فالحمد لله كنت مبسوطه جدا من كلامه لان هو مش مصري والحمد لله عربي؟ كان سعودي وما كانش فيه الجهاز ده عندهم ما دخلش. لا الحمد لله طب احنا برضه عشان احنا لينا يعني برضه كده انا من الناس يعني احنا نفتخر بحاجه زي كده ان احنا عندنا الحمد لله جهاز اجهزه مش جهاز واحد اجهزه الحمد لله. هو سافر اماكن كتير منها تركيا ومنها الهند ومنها التشيك. وكان عندهم الاجهزه دي؟ لا مش عمل علاجات تانية. مش الحمد لله ما خفش غير عند الحمد لله غير عندنا والحمد لله خف تماما وكل مناسبه لازم يبعت لي رساله يعني تعالي يشكرني ويقول لي انا هفضل مزين ليكي انك خلصتيني من مشكله كبيره زي كده. كفايه دعوات بقى اللي هتجيلك بقى يا دكتوره بجد من حاجه زي كده. الحمد لله لان هو كان بيعاني يعني سنين ومش عارف يوصل لحل ولا بينام وابنه يعني كان دكتور هناك وتواصل معايا والحمد لله قدرنا. انت مسؤوليتك الفتره الجايه انه انت تدربي مجموعه دكاتره معاكي عشان ما تبقاش انت لوحدك معانا مستأثره بالحاجه دي، لازم مجموعه علشان لا احنا محتاجين في مصر حاجه زي كده يعني نسبه السكر. شايفه الاعداد اللي قلت لك فيهم يمكن 8 مليون في مصر بس ولا 9؟ كام في مصر؟ كتير جدا. لا كان في رقم 9 مليون مريض في مصر من ال 422 مليون في عام 2017 فيهم 9 مليون مريض في مصر. تمام. اكيد زاد دلوقتي ده زاد كمان فالحمد لله. فبقول لك بصي احنا عندنا بقى طب في مشكله العصب لسه ما التقمش فبنحط مجال حاجه اسمها علاج بالمجال الكهرومغناطيسي. ده بيزود ايه؟ بيزود ده جهاز تاني بقى ده خالص. جهاز ثالث بيزود الميتوكوندريال اكتيفيتي. لا يعني قولي لنا بقى بالراحه بقى. بيزود النشاط بتاع الخلايا العصبيه فتنتج ماده اسمها اي تي بي تنشط العصب فتخلي العصب ده اللي كان فقط طبقه الميالين يرجع يريمايلينيت يتعاد بنائه من تاني. جميل. فمن هنا ازاي العيان كان ما بيحسش وبقى بيحس. حلو جدا. طب هستأذنك بس ناخد اتصال من مدام منى من القاهرة. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. عايزة اسأل الدكتورة لو سمحت. اتفضلي دكتورة رانيا معاكي، اتفضلي. في حالة بالشبه الحاجات اللي بيشكوها دي اللي هي التهاب في الأطراف وعدم احساس وسكر وشكت حتى ان عندها قلب وكده وعملت تذكرة قالوا لها مفيش حاجة ومش عارفة عندها ايه بالظبط. تمام. في اي سؤال؟ انت سؤالك ايه؟ هي عندها سكر وعندها التهاب اعصاب عندها عايزين نعرف نحدد الحاله ايه بالظبط. تمام. هي يا مدام منى توجهت لاي طبيب؟ طبيب ايه؟ طبيب قلب ولسه عامله قسطره و تمام. قالوا لها مفيش حاجه في شبه حاجه كده مش عارفه ايه. هنرد عليه. هنرد عليكي حالا. هنرد اي سؤال ليها؟ في الاعصاب وتنميل وساعات بتبقى مخدله ومش حاسه وعندها هبوط في النفس مفيش نفس خالص. تمام. تمام. ألف سلامة عليها يا مدام منى، هنجاوبك حالا. ألف سلامة عليها. الله يسلمك. ألف سلامة. هي دلوقتي بتقول نفس الأعراض اللي احنا برضو بنتكلم فيها. عشان كده قلت لها جاوبك حالا. هي طبعا عندها التهاب أعصاب طرفية. فطبعا هي يعني بس قصة القلب دي متهيألي بعيدة عن اللي احنا بنتكلم فيه. مش ده ملوش علاقة بالتهاب الأعصاب الطرفية. هي عندها المشكلة دي وعندها بقى المشكلة بتاعت التهاب الأعصاب الطرفية عندنا بسبب السكر، عندها سكر بتشتكي من تنميل وبتشتكي من لسع وبتشتكي من حرقان. هي نفس التهاب الاعصاب الطرفيه. تمام. المشكله بس ان احنا في يعني او في يعني ان احنا بنعمل تشخيص او تقييم بمعنى اصح تقييم لحاله الحاله اللي جايه لنا عندها التهاب اعصاب طرفيه دي باجهزه فبنعرف منها هي في انهي مرحله. تمام. بنقيس الاحساس بنقيس الاحساس السطحي وبنقيس الاحساس العميق وبنقيس الاحساس باللمس وبنقيس الدوره الدمويه الدقيقه بنشوفها الترويه الدمويه عندها قد ايه صغيره يعني في اجهزه كتير بنقيس بيها. حتى دي بتفيدني بايه؟ بعرف ان هي في انهي مرحله من مراحل التهاب الاعصاب الطرفيه وهل فقدت الاحساس ولا لا. بالاجهزه دي
وبعرف كمان مش بس هل فقدت الاحساس ولا لا، بعرف كمان هي في انهي مرحله علشان برضو نحدد العلاج المناسب. تمام. وكمان بتفيدني بقى في حاجه مهمه، بيبقى عندي تقييم قبل، اشوف بعد الجلسات انا وصلت لفين. يعني فهميني. بقى عندي قرايات لقبل وبعد. القرايات دي بتبقى على حسب هي اللي بتقول ولا قرايات الجهاز اللي قاريها؟ الجهاز يعني في جهاز بيقرا، وفي جهاز بنسمع بيه صوت الشرايين، وفي جهاز وفي اجهزه قياس بتشوف الاحساس السطحي موجود ولا لا، الاحساس باللمس موجود، الاحساس العميق المسؤول عن الاتزان. يعني في مشكله هم مش بياخدوا بقى، هي قالتها هي بتدوخ فهتلاقي بقى المشاكل دي هي مش دايخه، هي ما عندهاش اتزان نتيجه لفقدان الاحساس العميق. كل ده يعمله السكر، لان في حاجه اسمها الديب سنسيشن. طيب برضو انا عايزه اعرف اللي في حاله اخت مدام منى تتوجه هنمشي هي بقى خلاص هي التهاب عصب طرفيه، تيجي بقى تعمل الجلسات. تمام. يبقى نتوجه على الجلسات على طول. خلاص اللي عنده سكر وعارف ان هو عنده تنميل وحرقان والتهاب عصب طرفي مشخص، خلاص. لان الدوخه دي مثلا وعدم اتزان ممكن ده تبقى ده عدم اتزان مش دوخه، ممكن تبقى اذن وسطى. صح. بصي على اللي هي عندها الوصف اللي هي بتوصفه غالبا هيبقى في عندها الاحساس بدا يفقد لحد الديب ديب سنسيشن. اللي هو العميق اللي مسؤول عن الاتزان. تمام. فجالبا اقصد ان هي يعني كل ممكن فكرنا في في الحاجتين، بس طالما هي بتعاني من سكر وتنميل يبقى احنا الارجح ان هي هتبقى ده كله بسبب التهاب الاعصاب الطرفيه اللي موجود. طب هو يعني برضو العلاج الطبيعي كله عباره عن الثلاث اجهزه؟ لا ده في جهاز تانية. هما كم جهاز؟ لا هما كتير قوي يعني. وبننبه العضلات وفي بس كلهم التمارين. بس كلهم بتعدي عليهم ولا كل حاله مش تحتاج كل الاجهزه؟ صح. لا هو غالبا بنعمل كل الاجهزه بس يعني بس بطرق مختلفه. يعني مثلا العلاج بالضوء ده ليه الوان كتير. انا بستخدم اللون اللي يناسب الحاله والاستقطاب اللي يناسب الحاله. تمام. مثلا فهميني. لو هو سكر يبقى انا بمشي على الايه على النظام ده. لو هو موتور لا هغير حاجات طبعا في الاجهزه. تمام. طيب احنا برضو بتقولي اجهزه كتير. نكمل. نكمل. كام هم؟ كام؟ طيب لا هم كتير. 12 جهاز؟ لا مش 12، مفيش جهاز 12 جهاز. لا بقولك كتير يعني. هم في حدود بنستخدم يعني في حدود خمس اجهزه. بيخلصوا في الساعتين ونص. في ساعتين ونص ثلاث ساعات ان شاء الله. وبتزودوا مده السيشن او الجلسه على حسب الحاله. يعني في حد احنا بنقول له لا احنا هنعمل جلسه مكثفه، يعني اعمل جلستين في اليوم. لان ببقى شايفه انه الحاله ايه زي القرح والجروح، ببقى عايزه اودي دوره دمويه كتير. يعني على حسب انا في انهي مرحله باخد. لو في قرح وجروح ببقى عايزه اطول الجلسه، ببقى عايزه اعمل جلستين مش جلسه واحده. طب وفي حاجات يعني اربع ساعات اللي بيعمل اللي بيبدا الجلسات، في حاجات بقى بتقول لهم اعملوها، حاجات ما تعملوهاش الفتره دي؟ السكر اهم. بصي المفتاح بتاعي وبتاعي وبتاع كل حاجه، ما هو انا هنضف له مكان السوربيتول اللي اتراكم ده، هننضفه، هنغسل المكان ده ونعمل له تنظيف. فهو السكر بقى يحافظ عليه ما يعلاش تاني عشان ما يراكمش عليا سوربيتول تاني فيسد لي الاوعيه الدمويه دي تاني. وده عباره ان احنا نتحكم في التحكم في الاكل والشرب، اللي هو ايه اكلنا وشربنا والادويه طبعا ناخدها بانتظام. طبعا الادويه يعني بتاعت السكر فالموضوع يبقى سهل جدا لو احنا بنعمل كده. يعني هيبقى خلاص هيبقى احنا عالجنا التاثير القديم وعالجنا رجله وعالجنا التهاب الاعصاب الطرفيه وعالجنا كل المشاكل دي والحمد لله جبنا نتيجه. الحمد لله. طب وصلنا لحد الجهاز الثالث اللي بيطلع اشعه كهرومغناطيسيه. تمام. ايه بقى ده مهم قلنا عشان التئام العصب. تمام. فاضل بقى الاورده. مشكله يعني يقولي انا نزل رجلي يا دكتوره تورم وما بقدرش امشي كتير، فبنبقى عايزين نحسن كفاءه الاجهزه، ففي جهاز مخصوص بنستخدمه لكفاءه الاورده. تمام. يبقى احنا اشتغلنا على شرايين، اورده، اعصاب، فاضل عضلات. تمام. ده الخامس بقى. نبدا نستخدم حاجه تقوي العضلات بشكل معين، ونبدا نعمل انواع تمارين تحسن الاحساس.
ده في الجلسه ولا في كل البيت؟ ده في الجلسه. في الجلسه برضه. تمام. نبدا نعمل انواع تمارين بتحسن الاحساس وبتقوي العضلات من غير ما اعمل تاكل في العظم بطريقه معينه بقى. لا ثواني بس، لا يعني ايه تقوي العضلات من غير ما اعمل؟ هو انا لو قويت العضلات هيحصل تاكل في العظم؟ ما هو مثلا هو احنا قلنا انه في ناس منهم بيبقى عندهم حاجه اسمها شاركوت جوينت او العظم بتاعهم ضعيف، فانا ازاي اقوي العضله من غير ما اهري المفصل بالحركه؟ بطريقه بقى معينه في التمارين بنعملها. دي تمارين دي يعني بالايد مش بالجهاز؟ تمارين معينه بتتعمل لمده قد ايه مثلا؟ يعني في حدود نص ساعة. نص ساعة دي بتقوي العضلات. طيب من نص ساعة لساعة. بصي هي مختلفة على حسب الحالة. يعني تبقى من نص ساعة لساعة، وتمارين للاتزان. تمام. كل الحاجات دي بقى بنعملها في الجلسة علشان نوصل لأحسن نتائج. الحمد لله الحمد لله أنقذنا، مش هنقول بقى آلاف لأن أنا واخدة الدكتوراه بقالي شوية، فأنقذنا بقى مئات الآلاف من ان هم يوصلوا لل ان هم يوصلوا للبتر. طيب برضو يعني انا عايزه اعرف انه قبل ما نوصل لا قدر الله لمرحله البتر، اللي هو الحد اللي هيبدا ما يحسش برجله، يعني يعمل ايه؟ استنى ان هو ما يحسش برجله. بصي بقى احنا عايزين هنا من خلال البرنامج نقول للناس، لا انت حسيت بتنميل، انت عندك التهاب اعصاب طرفيه، والتهاب الاعصاب الطرفيه ده هيوصلني. ممكن هو يبقى فاكر ان هو حاسس، هو بس بالتقييم بتاعنا يطلع مش حاسس. انا عايز اعرف التنميل ده اللي هو، عارفه انت لما ساعات نقعد على رجلينا قاعده غلط؟ ايوه هو ده اسمه تنميل. ورجلينا تنمل. ده طبيعي. بس هناك بقى بيبقى في بصي هو احنا بنسميه عندنا ستوك اند جلاف، يعني على شكل شراب. المكان على شكل شراب وعلى شكل جوانس. بنحس ان كاني لابسه جلافز او كاني لابسه شراب. الحرقان اللي حاسس بلسعه كهرباء، خلي بالك العصب كده دخل في مرحله التاكل. هي الكهرباء دي بتيجي منين؟ ان العصب في حته فيها طبقه ميالين غلاف، وحته ما فيهاش وحته فيها، فتيجي الاشاره العصبيه وهي ماشيه عماله تتقطع. التقطيع دي هي بتعمل لسعه الكهرباء. تمام. فقبل بقى قبل ما يحس بالقصه ان هو مش حاسس برجله وكده، المفروض يعمل ايه؟ يعني يبدا بقى يتوجه ان هو يعمل الجلسات، طالما الحمد لله بقى في بلدنا علاج للموضوع ده. يعني ده احنا يعني ايه، يعني الحمد لله دي حاجه نفتخر بيها، والحمد لله يعني ده احنا الناس بيجوا لنا من كل حته علشان العلاج ده. فاحنا مجرد ما نحس بالتنميل، نحس بحرقان، نحس بلسعه كهرباء، نحس بضعف، نحس بعدم اتزان. عدم اتزان. مهم قوي قوي قوي. عدم اتزان يعني نحس ان احنا دايخين او واقفين. لو في حد عنده سكر وبدا يحس بعدم اتزان، يبقى ده معناه ديب فايبريشنز، ديب سنس او ديب سنسيشن. ده بدا اللي هو الاحساس العميق اللي مشكله بقى الاتزان. ده بدا يبقى فيه مشكله. تمام. استاذنك ناخد اتصال من استاذ جابر من الفيوم. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ جابر؟ ازي حضرتك؟ تمام تمام بخير. اتفضل، في سؤال؟ ممكن اكلم الاستاذ؟ معاك دكتور رانيا، اتفضل. يا دكتور ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم، اتفضل. الله يبارك في حضرتك يا ستي. انا عندي دراعتي الاثنين وكفوف بتنمى لدرجه ما بقدرش امسك، يعني لو مديت ايدي وطلعت. دراعك من فوق؟ دراعك من فوق ولا من عند الايد؟ من هو الوضع من جاي من فوق والكفتين بينمل. استنى، من فوق وايه؟ من عند الاكتاف من فوق لتحت يعني. من فوق. تمام. هجاوب حضرتك حالا. تمام. في اي سؤال تاني؟ انا اقول لحضرتك حاجه، انا كنت كشفت وقالوا لي انت عندك ضغط على العصب من عند الرقبة ولا ما اعرفش عندك ايه؟ بيقولوا لي، قالوا لي عندك فقره عنقيه ضغطه من عند العصب. بالظبط كنت لسه فقره عنقيه. كنت لسه هجاوب حضرتك، اقول لحضرتك. تمام. فهي يعني هقول لحضرتك العلاج، هقول لحضرتك العلاج. الف سلام عليك يا استاذ جابر. الله يسلمك. هنجاوبك حالا. شكرا ليك. طيب هو بيقول هو عنده الفقره العنقيه الفقره الخامسه والسادسه. هنعمل رنين مغناطيسي ونتوجه نشوف هيطلع عنده غالبا انزلاق غضروفي، فهو اتشخص خلاص كده عنده انزلاق غضروفي خلاص في الفقرات العنقيه، فضاغط على الجذور العصبيه فيعمل تنميل في الدراع كله.
فاهميني، او تنين في منطقه الدراع على حسب الضغط على انهي جذور عصبيه من الرقبه. العلاج بقى دلوقتي من ضمن برضو العلاجات الحديثه الحلوه جدا، بنعمل حاجه اسمها، بنعمل جلسه طبعا كامله، بس اهم حاجه نعملها في الجلسه دي بنعمل حاجه اسمها شد فقرات بالكمبيوتر، بحيث ان احنا نباعد الفقرات والديسك اللي هو الغضروف يترد في مكانه فما يضغطش على العصب. حتى اذا ما تردش في مكانه كومبليتلي كله، على الاقل بنبقى شلناه من عند العصب. طب هو دلوقتي بيقول الدراعين، هل الدراع اليمين بيبقى فيه فقرات معينه هي اللي تعباه والدراع الشمال فقرات؟ لا لا، بصي هو بصي على حسب الغضروف، يا اما بيدوس بوسترولاترال او بوستيري يعني سنترال في النص. في النص. لو هو لاترال ممكن يكون عنده ديسك ضاغط يمين وديسك تاني ضاغط شمال. فاهماني؟ يعني انزلاق غضروفي ضاغط يمين طالع بره ناحيه اليمين، واحد تاني طالع ناحيه الشمال، فده ممكن يعمل لك العرض بتاع التنميل في الناحيتين. طب لو دراع واحد ليه شكل الم، هو يبقى هو ده هيتشال الالم بيروح خالص. لا اقصد ليه شكل في الالم، في شكل الفقرات اللي وجعاني هتبقى مختلفه عن في ناس ما بتشتكيش من رقبتها، تيجي تقول لك تنميل في دراعي. ويطلع المشكله في الرقبه، فاحنا عشان بقينا حافظين فتطلع المشكله. انتوا فاهمين المشكله في الرقبه، بس دي كمان ليها علاج الحمد لله. بنعمل شد فقرات من الكمبيوتر يتردد، هو جيلي الغضروف ده عامل زي الجيلي، فمجرد ان انت وسعتي له الطريق بشد فقرات الكمبيوتر ده يدخل بينزل بقى بين الفقرات اللي انا وسعتها، فالدنيا بترجع زي الاول، او حتى بعيد عن العصب زي ما قلت فما يحسش بالالم. يعني احنا برضو من ضمن الحالات اللي انا شفتها عندي كانوا حالات خلاص داخلين على العمليه، والعمليه في المكان ده خطر جدا، ممكن لا قدر الله يحصل اصابه للنخاع الشوكي، تعمل شلل رباعي مثلا. الحمد وكان من يعني من ضمنهم ناس كبيره في السن، والحمد لله ما احتاجوش عمليه ولا اي حاجه، وتحسنوا ومشوا وتحركوا. بس يعني الحاجه الصراحه اللي يعني مخليني مستغربه ومتعجبه، ان انا لسه شايفه حاله قدام عيني وكانت بتتعالج في دوله، يعني مش هقول انها دوله الامارات، والامارات دي مثلا متقدمه في حاجات كتير يعني، وبتصرف على حاجات كتير يعني التعليم والطب فانا شايفه حاله القدم السكري وما كانش فيه الاجهزه دي، فانا مستغربه يعني طب هما ليه ما استخدموش الاجهزه في علاج حاله يعني انا تابعتها بنفسي يعني عارفاها، وكان برضو حد اللي هو مش عارف اللي هو اتعور ومش عارف وكده، فانا من المستغربه ازاي. بصي يعني هقول لك على حاجه، ما هو ممكن برضو هم عندهم دكتور يبقى متخصص والناس تروح له. فاهماني؟ احنا عندنا برضو الحمد لله بدا في مصر يبقى الحمد لله في لا انا اقصد ان ده يعني الاجهزه دي بتعالج اي حاله، ما هو يعني برضو مصابه بالقدم السكري او التهاب العصب الطرفي. كل جهاز ليه طريقه استخدام معينه، ممكن جهاز منهم يعني مثلا اول جهاز اللي هو ليه طول ممكن معين، يعني بقول لك بيستهدف الشعرات الدمويه، ده لو استخدمتيه غلط يحرق عيان سكر يدخله في قدم سكري وبتر. والله يا ساتر يا رب، يعني الاجهزه لو محدش وقف عليها لو هي مش مستخدمه، هو مش اي حد يجيب اجهزه فاهمه ويشتغل. طبعا فهمتيها بقى. فمثلا الجهاز اللي بيعالج ممكن يبقى هو سبب لبتر رجله. يا ساتر يا رب، يا جماعه ما تروحوش لاي حد، ربنا يخليكم، مش يعني مش ناقصه ان احنا نعالج حاجه الموضوع يبوظ اكتر. طب هناخد اتصال من المنوفيه، استاذ جمال. الو، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك، اتفضل. معاك دكتور رانيا، اتفضل. الو، معاك يا استاذ جمال، اتفضل. بعد اذنك في احتمال عندي شد عصب. لا احنا الصوت بيقطع، الصوت بيقطع بعد اذنك، ممكن تقف في حته. انا عارفه النت في مصر الفتره دي سيء، بس معلش اتفضل. ابن حضرتك عنده 22 سنة؟ كان مولود كده، عنده شد عصب في رجله، كان تبقر. وبعدين الدكتور راح كتير بيتين، فوالدتي يعني على اساس ما يبين هو نزل كده بقى، حط شد عصب في رجله، في رجلين الاثنين، يمشي رجله كله على بعضه. تمام. ماشي بكتب على صوابع رجله كده. مش عارف، وعملت له اكتفاء كتير ومش عارف علاجه ايه. هو انت عنده شد عصب بتقول، انا مش فاهمه حضرتك. طيب انا هقول لحضرتك الحاله، وهو ابن حضرتك عنده 22 سنه، هو مولود متشخص ان هو عنده شد عضلي وعصبي الاثنين. تمام. ورجله مشدوده وبتخبط في بعضها طول الوقت، مشدوده وبتخبط في بعضها. ايوه تمام. في اي سؤال
عمل علاج طبيعي كتير وما حصلش. عمل اشعاعات وما فيش، مش عارف يعني، حتى اخر حاجه راح الجيش صاب بالمشعه راس معصب، عملت له مستشفى قبه الهضبه، بس ما حدش عارفين ايه اللي عيط. طيب هو ده غالبا التهاب اعصاب طرفيه طرفي، محتاج نشوف رسم العصب بتاعه وبناء عليه نحدد المشكله. طب استاذ جمال، في اي سؤال تاني؟ ربنا يخليك يا دكتور. الف سلامه، الف سلامه على ابنك، وان شاء الله هنجاوب. ودكتور رانيا بعد اذنك ممكن استاذ جمال يتواصل مع حضرتك بعد الحلقه؟ طبعا لان ده انا بشوف رسم العصب ده غالبا هيبقى نوع الموتور اللي هو بيبقى حركه. فتقريبا هو اتساب او ما اتعالجش صح، او ما اتعالجش السؤال اللي انت كنت بتساليه قبل كده، اي حد يجيب اجهزه او كده؟ لا لا، مش طبعًا. اي حد لازم، لانه هو بصي عمل علاج كتير وما جابش نتيجه. فاهميني؟ لانه يعني ايه، ما هو في، ما هو ممكن يعمل علاج طبيعي عام، مش حد سبيشاليتي، مش متخصص، مش متخصص. فاهماني؟ فما يجيبش معانا نتيجه ايه. او بقى وصلنا 22 سنه واحنا واقفين محلك سر، ووصلنا الناس عندهم التهاب اعصاب طرفيه لحد ما رجليهم اتبطلت. طب انا اللي يهمني انه ماشي، خلينا احنا كنا دلوقتي بنعالج غلط او يعني ايا كان، او رحنا لحد ما دليناش الطريق الصحيح. دلوقتي ممكن يبقى في علاج وهو عنده 22 سنه. هو بقى لازم نشوف رسم العصب بتاعه. لازم نشوف هل العضلات دي دخلت في حاجه اسمها كونتراكشرز، يعني نحتاج نفك الاوتار دي، نعمل اطاره للاوتار عند دكتور عظم الاول ولا. فاهمه قصدي؟ طيب يبقى هو يتوجه لمين الاول؟ خليه يكلمني، اشوف الورق بتاعه، وبعد كده احنا نشوف ان كان كنا احنا نبدا معاه على طول بناء على الحاجات اللي متشخصه قبل كده، ولا نحوله، ولا يحتاج عمليه وبعدين يجي لنا. فاهماني؟ تمام. طيب يعني بعد بقى العلاج بالاجهزه دي، هل وارد ان الحاله ترجع تاني؟ في متابعه؟ في اجراءات المفروض تتعمل؟ في نصايح بتقولوا لهم لازم تمشوا عليها؟ طبعا احنا بنقيس كل حاجه قبل وبعد. كل حاجه قبل وبعد لازم نشوف كنا فين وبقينا فين. احنا المفروض بنحتاج من كورس لحد 3 كورسات، كورس 12 جلسه زي ما قلنا، ناخدهم يوميا، ناخدهم يوم بعد يوم، ناخدهم جلستين في اليوم كل يوم. على اساس ايه؟ على حسب الحاله بناخد القرار. في حالات بنديهم الاختيارات الثلاثه، وفي حالات لا انت هتعمل كذا. بنبقى شايفين ان الحاله صعبه لازم كذا. وفي يعني اللي هو يعني في حالات بدخلهم بقول احنا يعني ايه، يا ننقذها يا ما ننقذهاش، يعني بسرعه نبدا، لان احنا خصوصا الناس اللي دخلت بقى في قرح فاهماني وبكتيريا والقصص دي بنبقى قلقانين جدا. ايه تاني الحاجه الثانيه؟ لا احنا يعني عايزين نقول لهم ايه بقى بعد العلاج. بعد العلاج فاحنا قلنا بنعمل من كورس لحد 3 كورسات. تاثير الجلسات دي بيقعد قد ايه؟ على الاقل على الاقل كلام الكتب والمراجع بيقعد 2 سنين. طب الحمد لله. بس اللي شفناه في الواقع وفي الحقيقه اكتر من 2 سنين. طب الحمد لله. يعني الناس اللي اتعالجوا لا ما عادوش 2 سنين، كتروا كتروا عن كده. يعني قعدوا بالثلاث والاربع والخمس والست سنين الحمد لله كويسين بعد ما عملوا العلاج، بس التزموا طبعا بالحفاظ على السكر. طيب سؤال خبيث، مكلفه الجلسات؟ لا مش مكلفه. مش مكلفه يعني وسط، عشان طبعا الاجهزه جايه من بره، فاحنا يعني بنحاول ان احنا نساعد الناس على قد ما نقدر. ولا هي عاليه يعني، ولا معلية قوي، ظروف الناس برده قليله قوي، لان فيها اجهزه يعني فاهمه برده كلها. وانا واثقه ان في دكاتره برده لو حد الناس على قد حاله ممكن طبعًا يقدموا له يعني عرض احسن بكتير من اللي بيقدموه في العادي بتاعه. تمام. احنا في النهايه بنشكر ضيفتنا الجميله دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني لامراض المخ والاعصاب. شكرا نورتينا. شكرا ليكي. وبقول لكل مشاهدينا يا رب تكونوا استفدتوا من حلقات النهارده، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج اسال طبيب.